نصحوا القريه ديال الماراثون الدولي ديال مدينه الدار البيضاء اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يحتضن الطبعه الثالثه عشر ديالو بعد توقف ديال سنتين. وهذه السنه ان شاء الله كيف سابقتها غادي يكون تحت رعايه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وهذا بحد ذاته بالنسبه لنا شرف ومسؤوليه ان شاء الله باش نكونوا عند الموعد فيما يخص التنظيم وفيما يخص النتائج ان شاء الله الرحمن الرحيم. حنا مركزين بزاف، يعني كيف تتعرفوا في 2019 كنا حطمنا الرقم القياسي ديال مدينه الدار البيضاء، حيت اليوم يعني كانت جرات الطبعه الثانيه عشر ب 2h08. هذا الهدف ديالنا هذا العام هو نهبطوا على 2h30 بالنسبه للنساء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ليله امس ان سود الكنبوشيه اللي عندها الرقم القياسي الوطني في الماراثون، فبعد الفوز ديالها والرتبه الثانيه في احدى الماراثونات الدوليه بخارج ارض الوطن فاكدت المشاركه ديالها لاخر لحظه. عندنا بلاطو اللي غادي يكون مميز هذه السنه هذه، وخاصه بالنسبه للعدائين المغاربه ان شاء الله.